بسم الله الرحمن الرحيم. عشان لهذا اليوم خبز العباس جانا ثواب، عصير بطيخ سويناه بالخلاط. نهاية الفيديو اللي حتشوفون شلون شغلت الخلاط، هو بطيخ وشكر ومي شوية، وحطه انا وياه ثلج بزون. طلعت المطبخ جعفوري طلعها مع خبز العباس، خبز عراقي مع خضورات كباب طاوة وريحان وبز. هاي ثواب اليوم وصلنا والحمد لله والشكر. لفة نضرب وياها عصير البطيخ وبقوري يدهجم، ويلا هجوم، يلا بقوري. نسوي عصير بطيخ. نسوي بسوري يا بطيخ.